يبدو في سبب رئيسي لا أنت بدك تحكي فيه ولا حضرتك بدك تحكي فيه. رح أقول شيء. تفضل. عأمل. وبرجع بقول أنا بلشت في الحلقة لأنه طالما حضرتك قلتي ما بدك تبيني وجهك يعني في عندك حدود بينك وبين حالك ما بدك تتخطيها، وهذا وهي شجاعة منك، وهي امرأة حرة عندها قراراتها بتقرر وبتاخذ القرار وبرافو عليكي، وأنا مع كل امرأة يكون عندها هاي الحرية الداخلية اللي عندها. برجع بقول مش ضروري هلأ نوصل لحل، بس أنا بدعيكي لحتى تفكري انه هذا الزلمه اللي له 17 18 سنه بجنن، وبلا معليه عفوا يعني هلا بدي اتعاطى كانك اختي، بالفتره الاخيره انا بطلت عم بعرفه، هي حجه تضل انا عفوا على الكلمه مصره باني كمل بالقرار اللي انا اخذته، لانه مش معقول يعني كلمه انه انا بالفتره الاخيره بطلت عم بعرفه تلغي محاسن 16 17 سنه. عفوا مثل ما هو افترى بتكوني انت عم تفتري، اسمحي لي اقول لك اياها وما تزعلي مني، وهو افترى وهو معترف، بس انت عم تردي الافتراء بافتراء تاني بانك تنسي خلال 16 17 سنه كل شيء منيح عمله. اثنين، هي الطاقه من بعد ما استنفذ كل الحلول انه يقدر يردك المسايره، رغم انه رجع اخلف وانت برايك ما بيقدر يخلف لانه وعدني يعني لازم ينفذ، بركي على امل ترجعي هيك بفتره هدوء بعيدا عن الاحراج بعيدا عن الكاميرات بعيدا يمكن عن وجوده، تفكري على رواق تتذكري هول 16 17 سنه الاشياء المنيحه اللي فيها، عامل انه يرجع سقف واحد يلمكن وهالولاد ينبسطوا فيكن اثنيناتكم. تقدري تعملي هذا الشيء؟ بتعرف لما انا فكرت واخذت قراري النهائي خبرته اياه. معه خبر، والا ما كان راح معك على المحكمه. اوكي، يعني هو عرف انه انا ما اخذ قرار، خلص اخذت القرار، فكرت منيح منيح واخذت، والا ما كنت صبرت هالسنه انا بعيده وعند اهلي. ماشي، بس سنة قدام 17 18 سنة. بس أنا أخذت القرار بعد هالسنة النهائي اللي هو قرار حياتي، خلص أخذته. ماشي قرار هيدا، بس ما نهاية العالم، ما نهاية الدنيا. يعني مش أول اثنين نحن حنكون انفصلنا. ماشي مش أول مش اثنين. مش أول اثنين حتكون أنت حتشوف حياتك تضلك أنت بعيد وأنا بعيدة. إيه بس كمان مش أول اثنين زعلوا من بعضهم وقرروا إنهم يطلقوا ويتركوا ورجعوا لبعضهم. إذا بدنا نحكي بهالطريقة يعني. نحن رحنا على المحكمة وعلى أساس نرجع نروح. صح؟ أي مزبوط. ماشي. ورجعت إجتني فرصة قلت بركي بقدر أنا نرجع نكمل. شو هي الفرصة؟ بتخلى عنها الفرصة للهون. اللي هون. شفتي؟ بتخلى عنها للفرصة ولا بحاول بجرب؟ قولي لي، أنا لو ما بحبك ما جيت لهون. أنا لو ماني رايدك ما جيت لهون. شو تعليقك سوريا؟ والله بطلت أعرف شو هو الحب، كيف الإنسان بحب وكيف بتصرف مع اللي بحب. كيف الإنسان بحب وكيف بتصرف مع كيف لازم يتصرف مع اللي بحبه؟ أعطيني رأيي. أنا بدي أقول لك كيف الإنسان لازم يحب. عم بطلب نصيحتك. في وقت إذا بدك فينا نرجع نجرب، نرجع نكمل مع بعض. أنا ما عم أقول لك شيء غصبا عنك، أنا بحترم رأيك وإرادتك أنت، وشو بدك أنا جاهز. بتحبي ترجعي اهلا وسهلا، البيت بيتك. بتحبي ترجعي على البيت عدل انت واولادك كمان، كمان البيت بيتك، فيك تطلعي على البيت. اذا بيت ببيروت اذا قادر ايه بنزل، بالعكس ما انا برتاح وهي بترتاح والاولاد بيرتاحوا. اوكي، هاي قدام العالم كله. ما بعرف الحكي الواحد بيحكي، انا ما بدي احكي. فيك تحكي، احكي شو بدك تقولي، قولي احكي. محمد انت بتعرف انا ما بدي احكي، ما بعرف ليه عم توصل لهون بيني وبينك. لأنه وصل لطريق مسدود ورحتوا على المحكمة، عم بجرب أي شيء لحتى يحنني. بس هيدا الشيء هو بيعرف ما بيضايقني، هو بيعرف طيب. إن إحنا بطول حياتنا خاصة، هو بيعرف إنه هيدا الشيء بيزيد بالشيء اللي بيضايقني أكتر. أنا كيف بشوف القصص إنه واصل لمرحلة من اليأس إنه عم بجرب أي شيء رغم إنه برأيك إنه هو غلط. طيب هاي الشغلة
أنا إذا بحط حالي مطرحك بتخليني أقول عفواً يعني إنه ليه وصلنا لهون؟ ممكن هيدا خلص صار شيء خاص جواتي حفر. أوكي. ما فيني ما وراح أحكي عن شيء ولا حبرر شيء، بس هيدا أبو ولادي بيضلوا طول حياته. وإن شاء الله الله يخليكم لبعضكم ويخلي أولادكم يا رب. بس طالما ذكرتي أولادك، في حال أولادك شافوا هلأ هذا الحوار اللي صاير بينك وبينه، وشافوا هذا الفعل الكبير اللي عملوا أنه يطلع على الهواء، وهذا نوع من أنواع الرومانسية والشجاعة والفروسية حتى، عمل هذا الموضوع وبس يشوفوا أنه أنت هيك جاوبتي، شو بيكون رأيهم؟ من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ أنه عمل بيّن كل اللي ممكن ينعمل. وشو هو الكل اللي عمله؟ أنه طلع قال أنه هو بحبني وبده إياني؟ هيدا هو الكل؟ شو اللي عمله؟ عفواً هلأ هو شو اللي هلأ بهالفترة شو اللي عمل لي إيه؟ بهالفترة؟ إيه قلي شو اللي عمل فترة لي؟ فترة الواحد اثنين بعض عن بعض، شو بده يعمل الواحد؟ شو بده يساوي؟ يعني بتقول بدي يساوي هالشغلة، بقول إذا عملتها يمكن ترضى يمكن تزعل، حتى وجودي هون يعني قلت يمكن هالشيء انت يعجبك او شيء هيك يحننك شوي صغيره، وتعرف انه قدام العالم كله انا لحتى اطلع وساويها، انه بركي شيء بغير لك عقلك او تفكيرك. يعني قلت يا بدها تزعجها يا بدها ترضيها، يعني حاط الاحتمالين انا. والاحتمال الاكبر اللي كان شو هو، بيزعجني ولا بيرضيني؟ قلي حسب ما فهمت انه بطل فاهم، يعني مثل ما انت حضرتك قلتي انه انا بطلت فاهمه، هو كمان قال بطريقة غير مباشرة انه كمان هو بطل فهم، يعني هو صار ماشي بحق الألغام وانت معتبرة انه اي شيء بيعمله بيزعجك او يعني انا بعدني لهلأ عم حاول فكر انه ايه نحن اتفقنا على شيء ما فيك ترجع تغير اللي اتفقتوا عليه، هو فصل قرار مصيري الان. ايه قرار مصيري، في الواحد يعني في الواحد يساير فيه، بس يستحقها ما بعرف برأيي. هلأ إذا بتسألي صديقة لك كأمرأة بتقلك بفهمه أنه غير رأيه، وعم بحكي كأمرأة وإمرأة حرة سيدة قرارة، بس إنسان بياخد وبيعطي بيبقى لين بيكون، وبالمطارح اللي لازم يتفكر فيها بيفكر فيها، وبالمطارح اللي ما بيتفكر فيها إيه بيضل عنيد على قراره. ما بقى في مطرح فكر فيه أنا بيني وبينه، ما بقى في مطرح للتفكير.